الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها. عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع. الأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها. قليل من يفهمها. الأنثى لا تريد منك المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك. الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، وأنت من يحدد أيها الرجل. فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك. الأنثى تداوي وهي محمومة، وتواسي وهي مهمومة، وتسهر وهي متعبة، وتحزن مع من لا تعرف. الأنثى تحب أن تعامل كطفلة دائما مهما كبرت. لا تطرق باب قلب الأنثى وأنت لا تحمل معك حقائب الاهتمام. عندما تغار الأنثى ارسم قبلة على يديها، دعها تشعر بأنها نعمة من الله لديك. الأنثى الهادئة الناعمة أكثر ضجيجا بقلب الرجل. الأنثى وإن قست فإنها لا تخلو من مشاعر العطف والرأفة، ولا يتحمل جنون الأنثى وغيرتها إلا رجل أحبها بصدق. ليس عيبا أن يتعلم الرجل من قلب الأنثى شيئا يجعله أكثر إنسانية ورقة. الأنثى تخشى الخيانة والفقدان والغياب، ولا تستطيع بسهولة نسيان غائب أحبته، تظل تراقبه من بعد. للأنثى أن تربي طفلا بلا أب، لكن لا يمكن للرجل أن يربي طفلا بلا أم. هنا روعة الأنثى. متى ما كنت رجلا تكن لك امرأة، متى ما كنت ذكرا تكن لك أنثى، متى ما كنت ملكا تكن لك أميرة، متى ما كنت عاشق تكن لك متيمة. فلا تكن لا شيء وتريدها أن تكون كل شيء. عندما تنفخ فيك الروح تكون في بطن امرأة، عندما تبكي تكون في حضن امرأة، وعندما تعشق تكون في قلب امرأة رفقا بها. فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة، فلتحيا كل أنثى متزوجة أو عازبة أو مطلقة أو كانت أرملة. ستظلين امرأة لم يزدها الزواج كرامة، ولن ينقصها الطلاق أنوثة.